كش مالك يا باشا. برضه كش مالك يا باشا. بقولك يا باشا، مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقة؟ هو ليه الأداء ضاد جيم كده النهارده؟ ضاد جيم ليه؟ يا هشام بيه، انت عارف ان انا لعيب قديم، ده انت دوب لسه من الاشبال. مش قوي كده يا باشا. لا قوي يا اخويا، قوي يا حبيبي. يا ابني يا حبيبي، ده انا كنت الدبوره وانت يا دوب لسه ورور في سنه اولى. ماشي ماشي يا كبير، طول عمرك ضابط قدير يا باشا. طول عمري قدير. يلا بقى يا سيف، العشاء جاهز. مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا ستي هو اللي غالب على وشك، يعني هو بس فاضله حركه واحده. معقول ده؟ ده انا حتى اللي انا اعرفه عن حضرتك انك جامد قوي في الشطرنج. ما تصدقيش جوزك، الملك لسه عايش ما ماتش. بس انت في موقف محرج يا باشا. العب. يلا بقى يا سيف، زمان الناس جعوا قوي. لا يجوعوا، العب. يلعب ايه بقى؟ ما انت اتغلبت وخلاص. سيف الحديد ما بيتغلبش. الملك مات يا باشا. منور هشام بيه. ده نورك يا سيف باشا. منوره يا هانم. ميرسي يا فندم، ميرسي. اهلا وسهلا. هشام بيه، الواد اللي جالنا الصبح بتاع المنشورات ماله يا باشا؟ الواد ده ملفه نضيف؟ طبعا يا باشا، ولا ما كنتش سبته؟ مش عارف ليه يا اخي، انا مش مرتاح للواد ده. يا باشا ده واد غلبان، شكله ملوش في الحاجات دي خالص، ابيض. شكل ايه يا هشام بيه؟ وانا هاخد له صوره ولا ايه؟ قول لي شكله. وانا احكي لكم بقى حكايه بمناسبه الشكل ده. زمان وانا صغير، فاكر طبعا كان والدي بيشتغل في البوليس السياسي. طبعا يا باشا. كان في عندنا جاره اسمها طنط فرخنده. طنط فرخنده دي كانت ست كده عندها حوالي 70 حاجه و70 سنه يعني. كانت ست مشلوله، طيبه قوي، كل الناس تحب تزورها. تبص في وشها تحس انت شايف ملاك يسلك نحات ويطير. اهل المنطقه كانوا يحبوا الست دي قوي، ويروحوا عندها يزوروها يعني ويودوها كده. وبالتالي طبعا كانت عارفه اسرار كل السكان. بعدها فتره كبسوا عليها واكتشفوا انها جاسوسه وعندها تقارير بحاله كل سكان المنطقه، ومن ضمنهم ابويا. يا نهار اسود، كل ده يحصل من طنط فرخنده؟ انا بقول لك مش بالشكل يا شباب. مش بالشكل. وعلى فكره بقى ما طلعتش مشلوله، قامت من على الكرسي ايه جري رهوان. فرخنده بقى. منور يا شباب. الله يخليك. الله يخليك يا سيف. ايه يا سيف، مش كفايه شو الكلام في الشغل بقى ولا ايه؟ طيب خلاص. مامي مامي، انا حبيت طنط سيام قوي. يا حنين قلبي، طنط سيام ودون عين طنط سيام حياتي. انا اول مره الاقي هايدي متعلقه بحد بالشكل ده. انت عملت لها ايه يا سيامال؟ ولا حاجه، زي ما هي ارتحت لي انا كمان ارتحت لها قوي. مامي انا عايزه فانيه. حاضر يا روح مامي. مامي انا عايزه فانيه. وانا بعمل ايه؟ الله، انا اقطعلك انا كمان واكلك بايدي. يلا يا قمر. بقولك ايه يا باشا، مش ناوي سعادتك بقى تكمل سلالة الحديدي وتجيب لنا كام حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملوه عليكو؟ هيحصل هيحصل، بس زي ما تقول كده يعني انا وسهام مش فاضيين، بس هيحصل هيحصل. دوق المحشي عشان بيعجبك قوي. تسلم ايديك يا فندم، تسلم ايديك. بصراحة حضرتك نفسك حلو قوي في الأكل. بالهنا والشفا، بالعكس ده انتوا منورينا. أجيب لك عصير يا سيف؟ أنا شبعت وعايز أنام. إيه ده؟ دي هايدي نامت. مش ملاحظة إن سيف قلب فجأة كده و تقريبا طردنا؟ لا وتقريبا ليه؟ هو طردنا فعلا، احنا هنكذب؟ فعلا من ساعة ما جبت له صورة الخلفة والعيال. ما يكونش عندهم مشكلة في الخلفة؟ والله ممكن،
وبعدين اللي انا فهمته من مراته ان هما متجوزين بقالهم وقت طويل قوي. يا نهار ازرق، ده انا شكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها. ولبخت ليه؟ انت ما تعرفش حاجه اساسا يعني. لا بس انا مش حابب ان انا اضايقه يعني، بس انت ما تعرفيش الراجل ده، الراجل ده لما بيقفش بيبقى اتم وخنيق. يا حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، وبعدين لما تشوف المره الجايه ما تفتحش معاه الموضوع وخلاص. بس بقى يا منال احسن، انا متضايق قوي بجد دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ هموت واعرف طنط فرخان ده فين دلوقتي. يوه انت كده، الواحد ما يعرفش غلطك ابدا. انا ما بغلطش، ايه اللي انا غلطت فيه النهارده؟ ايه القضيه اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا طردت الناس. ده مش موضوعنا، خلينا في المهم. ايه الاوفر اللي انت كنت فيه النهارده ده؟ اوفر ايه اللي بتتكلم عنه؟ عماله بتلعبي في البنت وعماله بتهنيني فيها لما شطت فيكي وقرفتنا. دول ضيوفك يا سيف ولازم ابقى ذوق معاهم. بس انت مش ملاحظه ان انت كنت مركزه مع البنت زياده عن اللازم؟ الاطفال احباب الله، وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني للامومه يا هانم، نفسك تبقي ام. ايه سيف انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ هي الامومه ناقعه عليكي قوي كده؟ هو انا اتكلمت يا اخي؟ ما انا عايشه معاك اهو راضيه وساكته. بتعايريني ولا ايه؟ رد عليا. انا ما بعايركش، انا ما كنتش اقصد. امال قصدك ايه؟ لا مش سيف الحديد اللي يعيش مع واحده تعايره او تعطف عليه. انا هصرف اللي ورايا واللي قدامي. هتعالج؟ هتعالج ليه؟ انا اصلا سليم. ايوه انا سليم، انا سليم ومفيش اي حاجه خالص. انت عايزه تعاجيني بالعافيه؟